مكارفسه بزاف، الناس مكرفسين مع الطريق، مكرفسين بزاف. واجي واحد 8 سنين انا باش كنعرفكم مكرفسه، 8 سنين عايشين مع بلي اله الله وصافي. حنا الحاله راه تشوف الحاله كتبين، الحاله اللي يشوف الحاله راه كتبان لي. كانوا كيجيو وعدونا ولكن ما كاين حتى حاجه، قالنا غتصاوب حتى شي حاجه ما كاين. شنو الرساله ديالك المسؤولين؟ والرساله ديال المسؤول الله يجازيهم بخير، يشوفوا من حاله ساكنه ويشوفوا من حالنا حنا والوليدات اللي كيمشيو للمدرسه، وحتى حنا راه خاصنا يجينا هنا الطوبيس يجي حتى لعندنا، الناس يتموا يستافدوا من البلاصه اللي تموا يمشيو حتى هما للمدينه. الناس كتبغى تمشي للمدينه ما كتلقى لا طوبيس لا طاكسي لا حتى حاجه ما كتدخل عندنا. دابا الساكنه كما كنلاحظوا الطريق تتسد، من الوليدات ما يقدروش يمشيو للمدينه. كاينه الدنيا مكربصه، مكربصه. مضي هنا حدا الدوره ديال الجامع الدنيا مكربصه عندنا. هذه دابا حنا جايين داخلين دابا لها وفيها شحال تقريبا من كيلومتر الطريق وكلها غدا هكا بهذه الحاله. وتقريبا من هنا للاكار تقريبا راه كلها من اللاكار ديال التران، من اللاكار ديال السد. بحال كواك تقريبا واحد ثلاثه تقريبا. الطريق اخويا مكرصه بزاف، مكرصه بزاف، كنعانيو منها بدل بصح خصوصا وقت الشتاء كتكرفسوا بزاف. دابا كيجيو عندنا مول السلعه، كيجيو عندنا كيبغيو يحطوا لنا السلعه كيقول لك لا ما ندخلوش هذا الطريق مكرفسه. وتقريبا شحال المده وهي في هذه الحاله؟ واحد 17 عام وهي مكرفسه، وكيدوزوا معاه مسؤولين كبار وما حتى واحد ما كتضروش نفسه زعما يقول لك الطريق راه مكرفسه راه. كيفاش اخويا تعيشوا الجو من هذا المطرح هذا؟ حقيقه الريحه والطريق مكرفسه بزاف، ما حيتنا تشد النفايات، ما حيتنا لهذا الطريق تكرفسنا بزاف. لا كان هنا صراحه البلاصه محكوره بزاف. كنطلبوا من هاد المسؤولين يشوفوا هاد الطريق يديروا له شي تاوير، راه مكرفسه بزاف وراه كيدوزوا معاه، راه ماشي ما كيدوزوش معاه، راه كيجيو لهنا الكوليج، كيجيو اي حاجه هنا، كيجيو من عبد الله ولا يدوزوا من الهين وكيخليوا الطريق كيدوزوا من الهين. كنت جاي شي مسؤول كبير كيدوزوه من الهين وكيدوزوش من هنا. كما كتشوفوا دابا انا مجاري عبد الرحيم كنمثل رئيس جمعيه ديال الشؤون الاجتماعيه والثقافيه والاحتياجات الخاصه. كتشوفوا دابا الطريقه، تشوفوا الطرقان كيفاش دايره، القنطره كيفاش دايره، شتو لهيه جيت الكوليج تما، كاين كوليج وكاين ثلاثه ديال المدارس، جوج ديال المدارس ديال والو، وتا حاجه ما كاينه، راه تشتي كلها محفره كلها. دابا عامين من انتخابات كيقول لنا حنا غنصوبوا، حنا زي الولاد تاع الدراري غنصوبوا، وعاد سيمانه سيمانه اخرى سيمانه، دابا في عامين. دابا حنا لا طرقه الهيله والو، كلشي محفر كلشي خاسر. ودابا حنا كنتمنوا من هاد الناس المسؤولين يشوفوا من ناحيه دوك الوليدات اللي كيخرجوا دابا الغيوشات، شتوا الحاله ياك، شتوا الحاله كي دايره، وما هبطوش لداخل، ما هبطوش جيت الجامع وجيت القنطره والدخله ديال الربعين، الطيطو هذوك الطيطوارات اللي كانوا غيديروهم على حساب طريق تلاحوا، توفنا رابط كلها تهدمت. وحشومة حنا كنعاني وكنقاسيو، ولا حنا ووليداتنا ولا هاد الناس المسؤولين، وكنتمناو مساعدة العام الإقليم مدينة الجايدة يخرج لهاد البلايص يشوف يعاني يعاني فاش كنعيشو، كنعيشو في ظروف قاسية. حنا ما طلبناش منهم شي حاجة ولا طلبنا غير المصلحة العامة. هادي حنا في ولاد ساعة الدرع كنتكرفسو، كنتكرفسو معنى الكلمة. كيفاش واجهو الطريق على هاد الحالة هادي؟ وا مدة راه دابا جاية من كانوا صوبوها، دابا راه ما كايناش حتى شي 7 سنين وثمانية سنين، غتكون شي 7 ولا 8 سنين باش تصوبو تاهي كلها بشات. بعد ما كتصب الشتا الحاج واش كديما كتولي بحال هاد الحالة الطريق تقطع؟ كتصب الشتا راه كتعمر هاديك الدنيا، كيجيو يرقعوها بشي حاجة، ديروا واحد شوية الكرافيت، دير شوية كيمشيو، كيجي الشتا كضرب كلشي كيفشق. حنا عندنا راه حنا داوزو الواد الحار، قال لك حنا غنصوبو بافي وغنصوبو الشوانط وغنصوبو، راه داك ما كتشوفو الحالة. احنا شو كيتسبوا، شي كيقول لك العمران، شي كيقول لك شركه دار فايت، وحنا ما عرفناش شكون المسؤول، والله ما بقينا عارفين. بغينا نقول له هاد الناس المسؤولين خافوا الله، راه اليوم دنيا وغدا دين، راه اليوم دنيا وغدا دين، راه غنتحاسبوا. لا حنا كمجتمع مدني ما كنوصلوش رساله، ولا كهاد الناس المنتخبين وهاد الشيء، راه خاصهم يشوفوا واحد الامانه، راه امانه على عنقه، على عنقه امانه. حنا على قلنا كنقولوا للناس صوتوا على هاد الناس راه زوينين راه نازهين، ولاني ما كيوقع هاد الشيء كنولوا حنا خايبين، حنا كنولوا فينا الشبهات، حتى حنا الناس كتقول لك انتم هذيك النهار كنتوا كتقولوا كتقولوا دابا فين؟ إذن راه عار، راه الله تعالى كيشوف، راه غدا حسبوا غير غدا امام الله، ديروا باش تلقاو الله.